الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا كان يا أخواننا في الجمعة الفاتت عن الرجل المسمى بالقراي، وإن الإنسان كان دار ينشر المناهج بين المسلمين، وإلى يوم أمس أول حاجة قالوا جمدوا له طلعوا قرارين، جمدوا له يعني القرارات حقته ده نمرة واحد، أو المقررات حقته وقفوها له جمدوها. والأمر الثاني إنه هو قالوا له امبارح قدم استغالته حردان يعني. طيب، وكان ذكرنا يا أخواننا في الخطبة إنه الزول ده في كتاب التاريخ يعني جاب الصورة القبيحة اللي انكروا عليه الناس، وده الكتاب. في ناس من الأساتذة ناس غيورين الكتاب ده من يوم السبت سلمونا له، من يوم السبت عرفتها، وبس قدر الله انه جاء بعد الجمعة. لكن هذه الصور قاعدة صفحة 45 وغيرها من الصور الموجودة في كتاب التاريخ، وانه بيجيب الصوفية وينشر لهم. المهم كده احنا نشوف الكلام اللي كان بعض الكلام اللي ذكرناه، وانه قال الصوفية دخلوا الإسلام في السودان. دي الصورة كررها مرتين، هنا الصفحة رقم 40، هنا دي الصورة بتاعته، والصورة الثانية صفحة 45 دي هنا الصورة. ده كتاب التاريخ، ده كان حيقروه ناس الصف السادس. والحمد لله ربنا خذلوا أيما خذلان، لأنه ده إنسان مخذول وإنسان حاقد على الإسلام حقد عظيم. ونحن زي ما قلنا كلام ده يا أخواننا ما بنقوله عليهم من باب الكذب عليهم، أو من باب إنه دارين معه منصب، أو لأنه زي ما بقول هو الآن لما الحملة كترت عليه جاب له مقطع نعلق عليه، وبعد ذاك نشوف باقي الكلام. إنه قال ده الناس النظام البايت، النظام البايت هم الناس يعني هم الناس يعني القوموا الحملة دي على القراي. طبعا النظام البايت هو الغرام ما حقهم ولا شنو يا اخواننا؟ عشان احنا في عندنا شباب الان بيحفظوا القران، هل بيحفظوا في ثورة الانقاذ الوطني ولا بيحفظوا في كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ فقام جو عليه جو امبارح ناس كده الله اعلم ما بعرفهم صح باطل ما بعرفهم، حتى لو كان جيتهم باطل انا ما بعرف الناس الجودين منو ما عارف ولا عارف التفاصيل، وإن كان مشوا يغيرهم يعني يضربوا القراي وكده وهم حكام ده ما بجوز لهم، أو عملوا مظاهرات ده حرام، لأنه نحن المنكر ما بنغيره شنو يا أخواننا بمنكر. لكن هو قام رد قام قال شنو هنا كلام طويل دقيقتين وحاجة، قال إنه جابوا لي شفعة صغار وقالوا القراي شنو زنديق وحاجات زي دي، وبعد ذاك قال عندي صورة برا حرقوها. هسه ما المفروض يفوت؟ هسه انا حرق صورتي قاعد ليه؟ دني زول زي ما قلت جزاك الله خير زول دني قاعد مالك انت. المهم بعد ذاك بقى يناقش قال انا داير الشيوخ بتاعنا المنابر الحرشوا النازل، نفترض انه في شيوخ حرشوهم حرشوا الاولاد الصغار اللي قالهم حرقوا له صورته دي كويس، فقال انا داير الناس الدافرين نوم هم قاعدين وين؟ ما هم يجوا مش قالوا ده جهاد وكده؟ طبعا لو في زول اعلن جهاد كلامه باطل، احنا ردينا عليك بس، وانت ذاته ما قدر لانه يجاهدوا. الموضوع ده ما داير له ذاته، يعني انت ما البعبع اللي بيحتاج انه يجاهد. انت والله مطرق بس بينجمك، لو شلنا يزي من الحاكم، انت ما الرجال ما من الرجال يعني اللي بيجاهدوا لهم، بيجاهدوا لرجال، تمشي لراجل تلاقيه في الميدان او قتلك او قتلته. اما انت لو معركه معاك محسومه والله بس فنجات بس صلاتك دي تقوم فوق، فانت ما عندك حاجه يا اخي، ما تقعد تصور انه جهاد والناس دايريني وعامل من نفسه صنم صوره كده كبيره، انت ما عندك اي حاجه، زي ما قال المثل ركشه بيبوري قندراني ما عندك اي شيء، فهمت؟ فقال الجماعه ديل داير اللزوم، وكان وين وما كان وين. طيب انت زمان لما حرشت الشباب على الثوره كنت وين؟ بنفس منطقه صح ولا ما صح؟ انت كنت وين؟ ليه دافر الناس ومتغطي جوا وخاشي جوا؟
ياخ لا ضربوك لا ضربونا ولا صوروك ولا صورونا، انت ليه ما بالمناظره يا القراي؟ يا يجيبوا يا يستغل. ده بس يا هول الحل، ما في حل ثالث. انه تجيب المؤلفات اللي الفتها، وتجيب المؤلفات اللي كانت قديمه، المنهج القديم، نجي فيه مناظره. الراي شنو؟ القراي دي دعوه للقراي انه يعني مناظره في منهجه ده، الطبع ده، وفي منهج شيخه محمود محمد طه، لانه هو داري ينشر المنهج ده جوا الكتب بتاعت الطلبه. وده من اخس افعال الاحزاب، انه تستغل المنصب حقك. لو انت بتقول الكيزان، والله هو افعاله افعال الكيزان، لو هو بيقول انه الكيزان بيستغلوا مناصبهم ومواقعهم الحكوميه والتنفيذيه في انه يمرروا افكارهم وعقائدهم الخاصه بحزبهم، نحن بنقول له انت الان وقعت فيها لاضمنك. فهو انسان متناقض، صح ولا ما صح؟ خلاص؟ بعد ذاك انت ما بكلام الائمه بتاعنا المنابر ليه؟ الكلام انا بقصد ائمه المنابر السلفيين، اما الاخوانجيه والسروريه والتكفيرين و الى اخر، ديل ما عندهم موضوع. ديل شغلهم شغل بتاع سياسه. والا نحن عندنا لهم برنامج ثاني. الناس الان يعني دارين يسهروا ويتاجروا بالقضيه دي. ومحمود محمد طه والقراي كانوا قاعدين قبيل، وهو كان جزء من ناس الثوره، لما انت كنت تطلع على المنبر وتتكلم في الحاكم، ونحن بنتلو لك الايات والاحاديث التي تامرك بالسمع والطاعه للحاكم المسلم وان كان ظالما، والا تخرج عليه، وان الخروج عليه يجر من الشر في الدين والدنيا اعظم مما لو لم يخرج الانسان. وجاي الليله انت تتبكى. المهم فنحن نتحدى زول ده في انه بدل تستغيل، بل تستغيل كده وتزوق، دار تزوق. والله زول ده مشده ما خواف وزواق. دي المره الثانيه دار يعمل، المره اللي فاتت بتاعت نميري، ودي المره الثانيه. هسي حدريد ده ما في. وانت قلت زمن بتاع حريات، وثوره بتاعت وعي، وثوره بتاعت يعني فهم وكذا وكذا. طيب انت يا الود اللي انت مسمي روحك القراي، اللي انت قلت مؤهل في موضوع المناهج، ما في زول في السودان بيحصلك انت. رايك شنو يا الانسان المؤهل؟ القريت كثير لما سموك القراي انه تبرز في مناظره في منهجك انت، وفي منهج المنهج اللي انت كنت دار تضعه، والحمد لله ربنا اخزاك. رايك شنو؟ احنا جاهزين لك القراي، وما بنخلي الناس لو دارين يشتروك، هذا زي ما قال ذاك، نحري دون نحرك، ما بنخلي زول يصلك ان شاء الله. ونعمل لك تصديق باذن الله، وناجر لك اكبر قاعه في السودان. رايك شنو؟ كله مجان، والاكل بتاع اليوم ده كله علينا، العلف بتاعك شت علينا نحن ان شاء الله، عرفتها؟ ونجيب لك عربيه خاصه، واي شروط انت دايره قولها، بس تجينا ونناظرك في منهجك ده الوضعته، وفي منهجك بتاع الحزب الجمهوري. ولو انت كمان الشغله دي ثقيله عليك، ممكن تجيب معاك السومه بيت محمود محمد طه، تجيبها معاك، وتجيب معاك الاهبل الطويل ذاك اسمه منو؟ الدالي، برضه جيبه معاك، قعدهم كلهم، عرفتها؟ فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء، ونحن جت ما بنرضاكم. فنحن بنتحداك، لكن ما بيقدر يا اخوان، زول ده ما بيقدر. يا يمرروا لي الكلام اللي هو دايره زي الشفع. الشافعي يقول لك يا ابويا تديني حلاوه ولا يقوم يبكي لك في محله في الدكان، صح ولا ما صح؟ بس ده هو القرقوري ده، طفل بس عقله اصغر من النمله الصغيره. طيب، وهنا برضه كرر هنا صفحه رقم 45. الكفار يجي يصورهم لك ناس ظريفين، ويجيب لك بيت في مين كده، لوحه الموناليزا ولوحه شنو ولوحه شنو. جايب لنا واحد بعاين فوق، عمك كبير شايب، ما بعرفه ماله، جابوا الشهيق ولا شنو، المهم جايبه لنا في كتاب التاريخ. نسوبه شنو يعني؟ نستفيد منه شنو؟ ياتوا معلومه تاريخيه نستفيد هنا في السودان. يعني لو التاريخ ده انت بتستفيد منه، تعرف بلدك دي كويس، تعرف بلدك دي وتاريخها. لو لقدام الزول اللي قريته في سنه ساسه ده مشى لقدام، عرف وناس نازعوه في حدود بلده وكده، بيستفيد.
لكن انت جيب لي واحد اوروبي بيصنقع فوق نستفيد منه شنو؟ فده كل يا اخواننا هوا الساكت منهجه ده والله ما تستفيد منه اي حاجه. كويس. بعدين هنا في الصفحه 67 جاب لنا كلام لجون قرن، جون قرن الهالك بتاع الحركه الشعبيه في الصفحه رقم 67، وهو بيحاول يأصل لانه الدين ما بيحل المشاكل بتاعت المجتمع، وانما اللي بيحل مشاكل المجتمع هم منو؟ هي هم السياسيين. هسي انتوا السياسيين اتفقتوا؟ ده واحد. نمرة اثنين، شوف سبحان الله من قيمة الدين وانه عنده مكانة عظيمة في المجتمع السوداني، انه الزول اللي بيجي بدين باطل ذاته في الغالب بيقبله، صح ولا ما صح؟ هسي الليلة شوف الطرق الصوفية دي مسيطرة على بشر كثير، مش لانه دينه صح، لانه الناس بس بيحبوا الدين. عشان تعرف انه الدين مكانته عظيمة، مش زي ما بقول القراي ما بوحد بين الناس. الان لو جيت المجتمع السوداني تلقى فيه الجامع، تلقى فيه والاسود والاحمر والبمبي والبنفسجي كلهم قاعدين في صف واحد، وفي رمضان تلقى المسلمين كلهم واحد، وفي التراويح كلهم واحد، الوزير والغفير كلهم مخلصين نعلاتهم، نعلاتك برا هناك. لكن هنا القراي يمكن يكون ما قاعد يخش جامع يشوف، لانه ما بصلوا صلاة المسلمين، ولانه بكفروا الناس شت ناس القراي زي ما قال الدالي، جابوه في القناه قناه ام درمان اظن والخرطوم، قالوا للدالي ذاك قال دي كلها ما صلاه، قال لي يا اخي الناس اللي قاعدين يصلوا دي كلها ما صلاه؟ قال لي كلها ما صلاه. الجوامع قال ملانه تماما، قال لي دي كلها ما صلاه؟ قال لي دي ما صلاه ولا الناس على الاسلام. والله ده فات سيد قطب والكيزان ذاته في التكفير، قال له يا شيخنا قال له ده تكفير، قال له ده ما تكفير، هذا شنو؟ عشان تعرف الناس ذيل ناس بيشوفوا المجتمع تشت. ونحن لو مسكنا منهج التكفير في كتب محمد طه انت بتتحير ذاته، تقول شيخه سيد قطب او سيد قطب شال منه. المهم قال الزعيم الراحل جون قرن الهالك، مش الراحل، الهالك يا قري، السودان قال فيه عرب وغير عرب لذلك العروبة لا يمكن ان توحدنا، اها، وفيه مسلمين وغير مسلمين لذلك الإسلام لا يمكن أن يوحدنا، أها، وفيه فارغة وغير فارغة لذلك الأفريقانية لا يمكن أن توحدنا، أها، وفيه مسيحيين وغير مسيحيين لذلك المسيحية لا يمكن أن توحدنا، وما فيه مسيحيين، فيه نصارى، لأن المسيحيين هم أتباع المسيح عيسى عليه السلام، أو يكونوا ذي المسيحيين هم أتباع المسيح الدجال، أما يكونوا أتباع المسيح عيسى ابن مريم لا. قال السودانوية هي هوية الدولة السودانية لأنها تمثل القاسم المشترك لكل الكيانات العرقية والقبلية والثقافية والإثنية والدينية الموجودة في السودان. عرفت درواو جون قرن بس لا ولا حجة يا صاح. السودانيين ديل في باب القبيلة وباب اللون احنا بنتفق معك انه ما ممكن توحدنا قبيلة معينة او لون معين او جنس معين، لكن من باب الدين الان غالبية السودانيين منه مسلمين، وجون قرن ده خليك من اسلام، هل هو سوداني ذات؟ وسوداني الان في دولتنا السودان دي الحدود لحد جنوب كوستي وبيجاي الشرق والغرب وكده شمال لحد مصر، هل هو معانا في الدوله دي؟ عشان تجي تستدل علينا بكلام، فده زول فارغ ساكت، عرفتها؟ فنحن اللي بيوحدنا الاسلام، الدين الاسلامي ده. شوف المسلمين ديل اجي عيد الفطر كلهم تلقاهم في يوم واحد، إلا طبعا التجانية والصوفية، كلهم تلقى المسلمين كلهم في يوم واحد شوال كلهم مرقوا فرشاتهم برا محتفلين بعيد الفطر. مش أنا بقول إلا ديلك لأنه أنا كفرتهم، لأنهم هم ما بيفطروا يصوموا مع المسلمين إلا هم يشوفوا، إلا التجانية يشوفوا، وزي ذاك الجيل الماد ذاك برضه خلاص. فالشاهد من الكلام إنه شوف المسلمين ديل كيف بوحدهم، تجي للمسلمين ديل تقول لهم يا ناس دارين نعمل خلوة كلهم بيقفوا معك، الما عنده قرش بيقول لك لو عندكم حاجة نقول عليكم، لو كذا بيقف، صح ولا ما صح؟ فيبقى الدين بيوحد الناس، بيوحد المسلمين، وهو يعني سبب لكسب المسلمين والسودانيين كثيرا من الأخلاق الحسنة، لأن الدين هو اللي حثهم على شنو؟ على ذلك. بعد ذاك برضه بيحاول انه برضه يأصل انه التصوف
أو إنه الإسلام في صفحة 11 دخل الصوفية. هنا في الصفحة رقم 11 قال ولقد دخل السودان قبليه قال ولكنه لم يدخل عن طريق الغزو والحرب. ولقد جاء عبد الله بن أبي السرح غازيا للسودان من قبل حاكم مصر عمرو بن العاص الذي كان واليا عليها من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخواننا جزاهم الله خير ردوا على النقطة دي، إنه الزمن اللي كان فيه عبد الله بن أبي السرح وعمر بن العاص كان في زمان منه عثمان رضي الله عنه، ولكن جيش عبد الله هزم ولم يستطع التوغل، فقد واجه النوب الشجعان الذين كانوا يسمون رماة الحدق وأجبروه على التراجع. وكذاب ساكت، كذاب الزل، وإنما حصلت اتفاقية بينهم وبعد ذلك دخل الإسلام. وعبد الله بن أبي السرح خشى لحد شنو؟ دنقل العجوز. ومن دنقل العجوز لحد ما تصل الحدود مع مصر دي مسافة بتاعت شنو؟ بتاعت يوم عديل بالعربية، صح ولا ما صح؟ خليك من زمان. المهم قال ولقد دخل الإسلام السودان بواسطة التجار عن طريق البحر الأحمر وبواسطة الصوفية الذين فروا بدينهم من بطش الحكام الأمويين والعباسيين، وكان هؤلاء المتصوفة ودعاء، قال لك وديع يعني حمل وديع، عشان كده هم ما داروا يتكلموا في القراي، لأن ما لقينا لنا بني صوفة واحد قدر ينقد القراي نقد علمي. ممكن يجي كورك والقراي شو سياسي، لكن ينقد نقد علمي، وإنه القراي بيقول الإنسان الكامل هو الله والكلام ده باطل وكفر بالله، ما بيقدر، لأنه لو مش قال الكلام ده للقراي طوال القراي بينكت له كتاب شيخه، بيقول لي أنت الخنجر السماني قال، وإنت يا داك محمد عبد الله التجاني شيخك التجاني قال، وإنت يا داك الختم ده شيخك قال، وإنت يا مين ما عارف ليك كدباس القادري قال، ما بيقدر يرد، ما في واحد مؤهل إنه يرد، بس راقدين مبطحين. وزل طعن في القرآن القراي ده، ما فيهم واحد شق حنكه وربنا فتح عليه بكلمة يتكلم فيهم، مش يقول لك أهل القرآن وأهل التقابة وأهل النار، زول بيقول لك أهل النار والتقابة وحفظ القرآن ده الناس يتجاوزهم الزمن، والقرآن ده بيدعو للوحشية ويدعو إلى الوصايا، وده عهد بتاع قصور انتهى. انت دورك شنو كإنسان بتزعم إنك حامل لراية القرآن، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك ده دار يأصل إنه التصوف. والضيف الله قال في صفحة رقم 8 من كتاب طبقات والضيف الله طبعة الدار السودانية للكتب، قال أول صوفي خشى السودان اسمه تاج الدين البهاري البغدادي القادري، كان قادر الطريقة، قال ودخل في النصف الثاني بعد سنة 950. لو ما لقيت بالنص ده كلامنا ده شيله ادعوا البحر، بالنص ده كلام والضيف الله. قال لك الصوفية خشوا بعد ما الإسلام دخل السودان بأكثر من 910 أو 920 سنة، كان إسلام صحيح، والإسلام كان على هدي الصحابة رضي الله عنهم، لأن أول المسلمين في السودان كانوا من التابعين ديلهم. أما العلمانيين يقول لك يا أخي ما يجيبوا لنا إلا الرمم، إلا الرمم يجيبهم لنا، جابين واحد أظنه كان بيشرب بانجو في التلفزيون، قال في نبي اسمه كوش جابينه خلاص. وداك عبد الحي، عبد الحي قال السحرة كانوا من دنقلة، أنتوا بعد الدنقلة شوفوا مشكلتكم مع ولدكم، فهمت؟ وده كله كلام فارغ ساكت يا أخي، عرفته؟ والسحرة تابوا ناس مؤمنين وأولياء لله سبحانه وتعالى. وفي واحدين قالوا يعني موسى عليه السلام برضو من بلاد السودان، وده كله كلام فارغ ساكت. وده يا أخواننا دي الجاهلية، إنه فلان مننا فلان منكم، ده ما بينفعك، ما بينفعك، وإنما ينفعك الإيمان بما جاء به هذا النبي الذي أرسله الله إليه. أما إن الإنسان يتفاخر بهذه الأمور فهذا ما يفيده، عرفته؟ برضو صفحة 43 جايب له زول أعضاء التناسلية برا، قاعد هنا في الكتاب، بس لكن القرائي ما بيقدر يناظر، هسي القرائي الكلام ده يقدر يعرضه لمرته، لكن زي ده الله يمكن يجوطك ذات ما معروف، الله أعلم.
والله ممكن تقول لي الشغلة دي كيف، لكن يقول لك ده ما فيها إذا هي راضية ما فيها مشكلة. فشغلة عجيبة خلاص. هنا عنده مقاطع كثيرة، هنا جاب انه امبارح هنا بيبكي ودقونا والمؤتمر قام وكده واقف زي الزول الدارين يجلدوه، ارفع يدينك فوق في السبورة. الحمد لله الذي أخزاه، ولسه إن شاء الله يلقى خزي، ونحن إن شاء الله بنجهز لك أنت ناس القرآن الخايف منهم ديل، إن شاء الله بنجهز لك ناس يأكلوك حي بالحجة. عرفتها؟ ما بي ما بي ما بالقتل ولا بالتفجير ولا بالغدر، وإنما بالحجج والحجج. وده يا أخواننا والله أكبر نصر، إنه القرائي لحد ما قدم استغالته ما قدر يناظر ولا يناقش ولا يجي في برنامج، حتى برنامج مفتوح ما في برامج بتكون مفتوحة، بيختاروا فيها ناس من جماعتهم يقول لي انت تعال احضر الحلقة، وفي أزلة معينة بملوم لا يقول لك ده احضرها. ده ذاته ما قدر يعمله، عشان تعرف انه زول ده فاشل وزول جاهل. وقبل كده لما نزول ده عمل مؤتمر للأساتذة في بخت الرضا، قام عليه واحد من الأساتذة جزاه الله خير ساكن هناك في بخت الرضا، وقام وبدأ يرد على القراي ويردمه بالأدلة والآيات. طوالي القراي والشلة بتاعينه القحات المعاو طوالي قاموا قفلوا شنو؟ قفلوا الميكروفون. ما قلتوا حرية، ما قلتوا حرية التعبير، وما قلتوا نحن دارين نجي نستمع لكلام الناس، لكن لما يبقى الرأي مخالف لهم ياهو بسووا زي ده. عرفتها؟ لأنه القراي زول جاهل. من الكلام من بعض المقاطع اللي قالها، قال يا أخواننا القرآن ما عربي، لأنه قال الله ما عربي عشان يتكلم بالعربي. أول حاجة دي فيه اللغة بتاعت استخفاف، ها؟ ولغة بتاعت خطاب سافل ومنحط يليق بالقراي وبفكره وبمنهجه. ما مستغرب منه أصلا. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم أو نزل القرآن باللغة العربية ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عشان تشغل الكورة ولا حل التنبنباية شايلة في ظهرك دي، شايل لك راس فاضي ساكت وفوق عامل لي شيب. والله زي ما قال الشاعر، قال لا تغرنك الأشكال والصور تسعة أعشار من ترى بقر. والله جد، قال في شجر السدر منهم لها مثل لها رواء وما لها ثمر. وهذا يستحق أن يدخل كتاب الشيخ مقبل رحمه الله عمائم على بهائم. والله جد، والله في ناس زي ما قال ابن القيم، قال يغلون الأسعار، قال ويضيقون الديار، ورؤيتهم هي العار والشنار، بهم تضيق الأرض، ومنهم إذا ماتوا يستريح العباد والبلاد. أسأل الله أن يعجل بهلاكه عاجلا غير آجل. زول مفسد، زول مجرم، يطعن في كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالقرآن ده ربنا نزل البشر عشان يفهموا. طيب إذا ما نزل لهم بلغة يفهموها، ومن أعظم اللغات التي خلقها الله عز وجل اللغة العربية، فيها من التصاريف والتركيب والتعبير الشيء العظيم. وشوف من حكمة ربنا عز وجل إنه القرآن ده حتى الأعاجم بيحفظوه. أسئلة لأجيب لك ناس من برا السودان، تلقاه زول مثلا بيتكلم لغة فرنسية بس أو إنجليزي أو كذا أو كذا من اللغات، لما يحفظ القرآن ده يقرأ لك قرآن، يقرأ القرآن ده ندي انت تتحير فيه، تتكلم معه لغة عربية كلمتين طش، لأنه ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عرفته؟ والحمد لله يعني كثير من الأولاد الصغار، يا بن شافع جزاه الله خير صغير عمره يمكن يكون 11 أو 10 سنوات، بيقول لي عم القراي، طبعا الصور اللي انت قلتها دي بسيطة علينا، وقت صغير قال له نحن بنحفظ أكثر من كده، وقال له نحن لما نكون صغار ويحفظونا تاني ما بيروح مننا. قال هسي أبوي بيحفظ معي صورة البقرة كل مرة يراجع فيها. ليه؟ قال لأنه كبر. قال لكن أنا حفظتها. القراء النازل ما بتقدر عليهم الله،
هناك تشوف شغلتك. امشي امم متحده ولا يسي مجنون وهاي ولا هوس، امشي هناك يا اخي. امشوف لك واحده متبرجه ولا غيره، قال واحده بيتصلي، قال وجاب لي جمهوريه. والله الكتاب له فيه ريحه، تشم ريحه الكبرته، عرفتها؟ قال دي قال تصلي بالناس وكاشفه وشها وكذا. وده لو عاد اعاده الكتاب انا ما عرفت ثاني يجيب لنا كيف، عرفتها؟ فالقران كلام ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. يا أخي في ناس بيقولوا لهم قرآن طوالي اهتدوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أسباب هدايته كما جاء في تفسير سورة الحاقة أنه يعني كان في الكعبة بالليل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ سورة الحاقة إلى أن بلغ قول الله تبارك وتعالى يعني ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لجنو ها لقول رسول كريم. قام قال والله إذا بيشبه الشعر طوال الآية جاءت بعده وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال طيب ده معناه قول كاهن. قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الحبلين الهنا ديل. قال فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال فكان يعني مما وقر الإسلام في قلبه. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان القرآن بيأثر فوقه. بل القرآن مشدة ما بيأثر في البخاري في قصة يعني هجرة أبو بكر رضي الله عنه، كان داري هاجر يخلي مكة وقالوا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسيفا يعني كان بيتأثر بالقرآن سريع رضي الله عنه، فبقى يقرأ القرآن وأهل مكة من الصبيان والنساء لما يسمعوا قراءة أبو بكر طوال بيجوا يستمعوا لقراءة أبو بكر ويتأثروا وكلام بليغ. الشياب الكبار قالوا أيوة، قالوا زول ده لو أولادنا ديل ونسواننا بيجوا يسمعوا له حيفسدهم علينا، فقالوا أمرقوا بس. فلقيه رجل من المشركين نسيت اسمه الآن مارك، قال له ما شوينا أبو بكر؟ قال له أنا خليت ناسك دين لأنه آزوني وكذا وكذا ودارين يحموني القرآن. قال له فوالله ما مثلك يخرج. طوالي رجع أبو بكر وقال يعني هو في حمايتي. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابتنى له بيتا ودارا فصار يقرأ القرآن، فأيضا صار أبناء المشركين يأتون إلى أبي بكر فيستمعون للقرآن. ثاني المشركين جولي هذا الرجل عشان شنو؟ عشان يعني يخرج إما أن يكفي عنهم أبا بكر وإما أن يخرجه من جواره. فالشاهد من الكلام أن القرآن يا أخواننا مؤثر، كلام عظيم. ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته شنو؟ خاشعا متصدعا من خشية. قام دو شيخ محمود محمد طه قسموا القرآن إلى أصول وفروع، وقرآن مكي ومدني، وقالوا القرآن المكي ده القرآن الإنساني يعني ما فيه اعتداء على الناس وكذا وكذا، ودائما هو بيضرب في القرآن وبيتكلم في القرآن مع إنه بيزعم وهو المتناقض إنه هو بيرى الأديان كلهم في مسافة واحدة، وده كفر طبعا، لكن كذاب في الدعوة دي ذاته لأنه هو ما بيتكلم في الإنجيل. الإنجيل فوقه إلهكم نار آكلة جوا في الإنجيل، وبيسب الأنبياء وفيه ما بتتكلم فيه ليه؟ تتكلم في القرآن. وبعد ذلك قال القرآن المدني ده قال فوقه وحشية، عرفته؟ وفوقه وصايا على المرأة، ودائما العلمانيين كلام كله عن المرأة، يقول لك حقوق المرأة. انت لما تسمع كده الناس اللي بيكوركوا بحقوق المراه تقول خلاص النسوان ديل الليله بيتفرتي جنزات، تمشي تلقاهم كلهم بشنب
انت تدخلك شنو بشنو؟ حقوق المرأة. انت داير حق شنو فيهم؟ حق الحضانة ولا إجازة بتاعت حيض؟ انت داير شنو انت؟ كويس؟ موضوع كله المرأة. المرأة ادوا حق، والمرأة ليه تلبس كويس؟ انا ذاتي بتحير يا اخواننا. زول ده لو هو بيدعو للسودانوية زي ما قال لي جون قرن، بمنهج جون قرن، بس جون قرني جون قرن بقوله شنو؟ عرفتها؟ بالمنهج ده ذاته السودان ده ما فوق الناس دي، ما بتحب شنو؟ ما بتحب التبرج، سودانيين برام والعراض ما بيلعبوا فيها الى اخر. من ناحيه بتاع جون قرنوية دي، انت ما المفروض الموضوع ده شيله معاك، صح ولا ما صح؟ مفروض الاعراض دي لما يغطوها لك تفرح، تقول يا اخواننا طبعا من باب يعني السودانويه وكده، نحن يعني متكيفين من الشعب السوداني، لانه الشعب السوداني غطى المراه. قال ليه المراه يكون عندها وصايا؟ دايره زي اوبجكتيف دي، عرفتها؟ انه دي تنطلق وتلف الساعه 12 بالليل تمشي للقراي، وبعد القراي تمشي لجون قرن، وبعد جون قرن تلف. زي ما قالت فطومة الشيوعية، قالت أنا أحيي طالبة الجامعة التي تمسح على حذائها لا لأناقتها ولكن لكثرة مشاويرها. أنا ما أعرف عندها توريدة ولا ما عندها. ألاس ده الهوس الدارين العلمانين، هوس وكل كلام في المرأة وما المرأة والمرأة وما المرأة، فده الناس مجرمين. فالقرآن نحن بنقول ليك نزل لإصلاح العباد، بل اعترف بذلك الكفار. عشان كده هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحواله وكذا وكذا، قال فوالله لو صدق هذا، الناس دي لو صادقين، قال لملك ما تحت قدمي، يعني كان يعني هيبلغ شنو ملكه إلى ملك الروم. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى ملك المسلمين شنو؟ بلاد الروم. عشان كده نحن قدر يا اخواننا ما نلقى انه القراي بيطعم في حاجه اعرف انه الشيء ده بيغيظه، فقدر ما نلقى القراي بيتكلم في القران ويطعم في القران، نحن كمان نزيد الجرعه، نوصي المسلمين بانه يتمسكوا بالقران، واولادنا الصغار انه يحفظ القران. يا اخي القران ده بيزيد لك مداركك ذاته، خلاص، وبيزيد فيك الحفظ. زمان الناس المرقوا من البلد دي في اي مجال من المجالات، أول حاجة بدخلوك الكتاب من أنت صغير، يعلموك القراية والخط والكتاب والكلام ده ما جديد، وده من أساليب التعليم التربوية. والقراية قال الأساليب التربوية دي بيقروها له ناس مايكل أنجلو وناس مين داك ميشيل وكده وجامعة أوهاي وواوا إلى آخر. الكلام ده قاعد. السلف ده ألفوا كتب في كيف تتعلم وآداب طالب العلم وبما تبدأ والمجلس والحضور والسفر في طلب العلم وتقييد العلم، وزول يسمع شنو أول، والطالب يرقيه كيف، والشيخ يتعامل مع الطلبة كيف، ده كله تكلموا عنه. وكان عندهم مدارس من علماء المسلمين، ابن القيم، انت قال ابن القيم دي معناه شنو؟ القيم على الشيء هو المدير، يعني ود المدير. والجوزية هي مدرسة كانت في بغداد، ابن قيم الجوزية يعني ود مدير المدرسة اللي اسمها الجوزية. فالسلف كان بيعرفوا طرق التدريس والتعليم، فالناس البدو بحفظ القرآن وكذا وكذا، ناس مشوا لي قدام، إلا يكون زول عنده منهج ضال أو منحرف، فده زول مجرم. برضو عشان نحارب القراي برضو يا أخواننا، أي كلام فيه طعن في القرآن لابد الناس يشيلوا يحذفوا برا. ما تزعلوا يا التجانية، كلام ده ما حد. التجانية قالوا صلاة الفاتح بتعادل القرآن 6000 مرة. هذا بيجا بيطعن وانتوا بيجا بتطعن. كلام المخلوق أحمد التجاني لو صالح عديل ما بساوي كلام الله. خليك من انه زول بتاع طريقة وصوفي، زول درويش ما عنده أي قيمة في الدين، ما عنده أي حاجة. أنت قال أحمد تجاني شنو يعني؟ عرفتها؟ فلابد أن احنا برضو نطهر مناهجنا ونطهر عقولنا ونطهر قلوبنا من الباطل الموجود، عشان بعد ذاك الناس تبقى عينهم قوية. وأنا أبشر الناس ما في زول بيقدر
يعارض كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى ما فيه الخير والسداد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.